الإفطار الآن، هل وردت السنة بالأكل بثلاثة أصابع عامة في كل الطعام أم أنها في الثريد فقط؟ ليس هناك في السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يساعدنا على الإجابة على أو عن هذا السؤال. كل ما هناك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأكل بثلاث أصابع، ولكن الذي ينبغي أن نتكلم حول هذا الحديث من حيث فقهه، هذا الحديث لا يعني البتة أنه لا يجوز للمسلم أن يأكل بوسيلة أخرى كالملاعق المعروفة اليوم، ولكن إنما يعني أن المسلم إذا أكل طعاما يمكن أن يؤكل بثلاثة أصابع فلا يظهر أن نفسه شرهة بالطعام فيأكل بالقبضة كلها، وهو يستطيع أن يأكل كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل بثلاثة أصابع. هذا أولا. ثانيا، من المعلوم أن المرقة مثلا، مرقة اللحم، لا يمكن أن تؤكل بثلاثة أصابع، فلا بد هناك من وسيلة أخرى لأكلها، وهذه من أمور الدنيا، هذه من أمور الدنيا وليست من أمور الدين، التي كلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يبلغ الناس كل أحكام الدين. أمور الدنيا قد قال عليه الصلاة والسلام: أنتم أعلم بأمور دنياكم مني،